بهالفيديو رجعت لكم بأكثر سلسلة توب 10 تحبوها في القناة، واللي هي معاقبة وفضح الغشاشين في الألعاب الجزء الخامس. جميع فيديوهات السلسلة مشاهداتها بالملايين، فواضح انكم تحبوها. واذا كنت جديد على السلسلة ومو شايفها قبل، فموضوعها بكل اختصار انه نحنا كلاعبين نحب الألعاب ونستمتع فيها لانها فيها منافسة وتحدي، بس احيانا في لاعبين بيغشوا وبيستعملوا هاكر وبيخربوا علينا متعة الألعاب. فعشان كذا كلنا نحب نشوف هالغشاشين بيتعاقبوا ويتم حظرهم من الألعاب، بس أحيانا هالغشاشين مو بس بيتعاقبوا خلاص، لا بل أيضا بينفضحوا إنهم غشاشين قدام جميع الناس. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 لاعبين انمسكوا يغشوا في الألعاب وانفضحوا. فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على $500 واللي كان على آخر فيديو توب 5، والفائز معنا CR Gaming، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد على $500 ثاني. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. وهذا الفيديو برعاية Call of Duty Mobile، واللي تعتبر أحد أقوى وأفضل ألعاب الموبايل اللي موجودة حاليا، وتتميز بأنها اللعبة الوحيدة على الموبايلات اللي تدعم ثلاثة أطوار رهيبة: طور المالتي بلاير الرائع، والباتل رويال، وطور الزومبيز. وفي يوم 15 ديسمبر رح ينزل موسم 11 والأخير في Call of Duty Mobile هذه السنة، واللي هو موسم Ultimate Frontier أو الحدود الفضائية. وفي عدة أشياء رهيبة في الموسم. أولا طور جديد باسم Ground War 2.0، واللي رح يكون فيه معارك ضخمة ب 24 لاعب بماب كروسرود، وفي دبابات، وأيضا في سلاح جديد اللي هو الـ EM2 Assault Rifle مع Attachment جديدة وبيرك جديد. وأهم شيء باتل باس جديد بأجواء فضائية رهيبة، والباتل باس فيه أغراض مجانية نفس سلاح الـ EM2 وأغراض مدفوعة من Operators بأجواء فضائية وبلو برينت للأسلحة والأتاتشمنت. هذا غير أنه تم إضافة أشياء رهيبة على متجر اللعبة نفس سكين لسنوب دوغ وسلاح الـ EM2 الأسطوري وأشياء ثانية كثير. وأخيرا في تحديات موسمية جديدة وفعاليات مميزة كثير. فحمل Call of Duty Mobile الآن من الرابط الموجود بالوصف على iOS والأندرويد وانضم لساحة المعركة. طيب خلنا نبدأ بالمرتبة العاشرة مع الستريمر الفرنسي مستر بيكسل. مستر بيكسل هو ستريمر جدا مشهور في فرنسا وعنده متابعين بالآلاف، ومعروف انه جدا محترف بلعبة Call of Duty Warzone. الكي دي عنده في اللعبة فوق 25. الكي دي هو عدد القتلات تقسيم عدد الموتات في Call of Duty، وكل ما كان واحد عنده رقم أعلى معناته انه لعيب. فالكيدي تبعه 25 واللي يعتبر رقم جدا عالي، يعني ألعب الناس في Call of Duty بتلاقي الكيدي عندهم 10-15 بالكثير. المهم مستر بيكسل كان فاتح بث مباشر يلعب وارزون في أحد الأيام، وكان عارض السيتاب تبعه بالكامل في البث. وأثناء البث أحد متابعينا كتب له في التعليقات: أتحداك تضغط زر الانسرت في الكيبورد. واللي ما بيعرف، الناس اللي محملين برامج هاكر لما يضغطوا زر الانسرت تطلع قائمة الهاكر على الشاشة. فمستر بيكسل ضغط زر انسرت في البث وما طلع شيء، وقال لمتابعينا: شايفين ما استعمل برامج هاكر. بعدين نفس المتابع طلب منه يضغط زر تاني في الكيبورد وضغطه، وطلعت قائمة الهاكر في البث امام جميع متابعين. هذاك المتابع الذكي خلاه يضغط انسرت وبعدين زر ثاني، وهالزرين مع بعض بيطلعوا اي برنامج على الكمبيوتر مخفي على الشاشة. وهذا الستريمر ما كان يدري وانفضح. وفي برنامج الهاكر كان نفعل الايمبوت، واللي هو الهاكر اللي يخلي ايما يجي تلقائي على الاعداء. المهم مستر بيكسل قاعد ينكر، قاعد يقول: ما ادري كيف هالقائمة طلعت على الشاشة، ممكن حد من اصدقائي كان يلعب على كمبيوتري وحمل الهاك مو انا. المهم ما حد صدقه، وصار معروف بين مجتمع Call of Duty انه هذا غشاش. في المرتبة التاسعة أظن معظمكم بيعرف معنى السبيدران، واللي هو تحدي بيسووه الجيمرز عشان يختموا لعبة معينة بأسرع وقت ممكن. واللي شاف فيديو أصعب 10 تحديات سووها اللاعبين، فذكرت فيه عدة أمثلة عن لاعبين سووا سبيدران رهيب. بس أحد أشهر لاعبين السبيدران في العالم شخص اسمه كودي ميلر، وهذا من أوائل الناس اللي دخلوا في عالم السبيدران وانشهروا منه. كودي في عام 2000
2005 ختم لعبة هيلو 2 على أصعب صعوبة بمدة 3 ساعات فقط وبدون ما يموت ولا مرة، وهذا يعتبر إنجاز جدا رهيب، لأن لعبة هيلو 2 تحتاج بالمتوسط 10 ساعات عشان تختمها، بينما هذا ختمها ب3 ساعات بدون لا يموت ولا مرة وعلى أصعب صعوبة. فمن قوة الإنجاز انشهر بشكل جدا كبير ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعام 2007، وصار كل ما حد يتكلم عن سبيد ران لازم يجيب اسم كودي ميلر معاه دائما. بس في عام 2011 تم دعوته من منظمين أحد معارض الألعاب في أمريكا عشان يجي ويلعب لعبة هيلو ويعرض مهاراته في السبيد ران في البث المباشر وأمام الجمهور، وهنا انفضح وبين على حقيقته. كان لعبة جدا فاشل ويظل يموت أكثر من مرة، كان قاعد يلعب على أصعب صعوبة وكل شوي يخفف مستوى الصعوبة من كثر الموت. آخر شيء نزل مستوى من الصعب جدا إلى المتوسط، وختم اللعبة بأكثر من 4 ساعات وعنده عدة موتات. بعد هذا الموقف تبين للناس أنه غشاش وتم حذف اسمه من موقع هيلو للسبيدرن. في المرتبة الثامنة عنا شخص غش في لعبة، بس مو لعبة فيديو، لا لعبة ورق، واللي هي لعبة يوغيو. ومتأكد معظمكم بيعرف يوغيو وكان يتابع أفلام الكرتون تبعه، بس اللي ما بتعرفه إنه لعبة بطاقات يوغيو جدا مشهورة في أمريكا وبتصير بطولات ضخمة عليه. المهم كان في بطولة ضخمة للعبة يوغيو وكان مشارك لاعب اسمه فرانشيسكو، وكان قاعد يتحدى لاعب ثاني، وكان في كاميرا قاعدة تصور لعبتهم وتبثها على اليوتيوب، ومتابعين البث المباشر لاحظوا إنه فرانشيسكو قاعد يغش كثير بدون لحد ينتبه. اولا لما قاعد يلخبط الورق اخذ الورقه القويه يلي بده اياها وحطها في المقدمه وقاعد يسوي نفسه انه عم يلخبط الورق، وهذا غش. وبعدين اثناء اللعب غش مره ثانيه، بدل ورقه من ايده مع ورقه من الطاوله بلمح البصر بجزء من الثانيه بدون لحد ينتبه. واحد متابعين البث انتبه انه فرانشيسكو قاعد يغش وبلغ عليه المنظمين، والمنظمين شافوا الفيديو وتاكدوا انه غشاش وطردوه من البطوله ومنعوه من انه يشارك في اي بطوله بالمستقبل للعبه يوغيو. هذا حرفيا اغبى غشاش اشوفه، قاعد يغش عيني عينك ويدري انه في كاميرا قاعده تصوره. في المرتبه السابعه عنا غشاش لسه اغبى من اللي في المرتبه الثامنه، في لاعب محترف في كول اوف ديوتي اسمه كينجي، كان مشارك في بطوله للعبه كول اوف ديوتي فانغارد، وفي البطوله في كثير لاعبين عم يتهموا كينجي انه غشاش لانه دائما عم يتوقع اماكن الاعداء، حتى لو واحد متخبي في زاوية يعرف مكانه ويروح يذبحه. فالمهم لأن البطولة على فلوس منظمينها حطوا قانون جديد إنه جميع اللاعبين لازم يفتحوا بث مباشر أثناء لعبهم ولازم يكون في كاميرا موجهة على الشاشة يلي عم يلعبوا منها، وفعلا كل اللاعبين سمعوا الكلام وسووا هذا الشيء، ومنهم اللاعب كينجي اللي متهم إنه غشاش، والكاميرا طلعت إنه كينجي فعلا غشاش، قاعد يلعب وقاعد يشوف الأعداء بمربعات حمراء من ورا الحيط. هذا برنامج هكر عيني عينك، هذا حرفيا اغبى غشاش اشوفه في حياتي. يعني ليش ما سكر برنامج الهاك؟ 100% رح ينفضح، كأنك في امتحان قاعد غش من صاحبك والاستاذ سأل هل في حد قاعد يغش، رفعت ايدك قلت له اي انا استاذ قاعد اغش، تصرف جدا غبي. المهم بعد البث المباشر هذا تم طرده من البطولة وسحب الجوائز المالية اللي فازها، وفوق كذا اجاله باند على موقع تويتش. في المرتبة السادسة خلنا نروح من اغبى غشاش الى اذكى غشاشة، في لاعبة اسمها صوفيا بلايز وعندها رانك او ليفل جدا عالي في لعبة فالورانت، وداخلة مع فريق اي سبورت محترف اسمه بوليريوس. المهم كانت مشاركة في احد البطولات الضخمة للعبة فالورانت، واثناء لعبها تم طردها من الجيم واجاها باند على حسابها، ووصلها ايميل من شركة اللعبة عم يقولوا انه تم حظرها من المشاركة في اي بطولة للعبة فالورانت مدة 3 أشهر، والسبب انها عم تغش، بس عم تغش بطريقة ذكية، والطريقة هي انها ما عم تستعمل برنامج هاكر بنفسها، لا عم تدخل مع صاحبها وصاحبها هو اللي عم يستعمل برنامج الهاكر. وهي ايش رح تستفيد بلعبة فالورانت؟ مجرد ما يفوز فريقك فرح يزيد سكورك ورانكك،
ما في داعي انت تلعب وتجيب قتلات بنفسك. فهي لما تلعب مع واحد مفعل هكر وقاعد يغش معناها رح تظل تفوز وهي في الامان من البان، او كانت مفكرة انها بامان على بين ما لعبة فالورنت مسكوها. المهم صوفيا ما عجبها هالكلام وكتبت على تويتر انه احد المطورين بلعبة فالورنت حاقد عليها وعشان كذا عطوها بان. راحوا مطورين فالورنت نزلوا مقال فضحوها حرفيا. في المقال حطوا اثبات انه في احد الايام لعبت 10 ايام مع غشاش في نفس البارتي وفازت 8 منهم. في الجيم العاشر الغشاش اجاله باند على حسابه، بعدين راحت ودخلت مع غشاش ثاني اللي هو نفسه بس هو حساب ثاني وفازت 7 ايام. وكشفوا انه 77% من جميع فوزاتها في اللعبة كانت مع واحد غشاش. المهم بعد هالفضيحة فريق الاي سبورت بولاريوس طردها، وهي من وراء الفضيحة اختفت بالكامل من السوشيال ميديا. وبعد 3 اشهر رجعت واعتذرت وقالت انه ايه فعلا كانت تغش وتتمنى الناس يسامحوها. في المرتبة الخامسة بعام 2019 صار ايفنت في امريكا اسمه سمر جيم، وهذا الايفنت بيجتمعوا فيه كل اللاعبين المهتمين في السبيدران. وقبل لا يبدأ الايفنت المنظمين كانوا مسوين مسابقة للعبة كلاستر تراك. اللعبة عبارة عن انه لازم تمشي وتنجز بين الشاحنات بدون ما توقع وتموت، وفي خط نهاية لو وصلت له راح تفوز. فالمسابقة كانت انه جميع اللاعبين يلعبوا اللعبة ويخلصوها باسرع وقت ممكن ويصوروا فيديو للعبهم ويرسلوها للمنظمين، وبعدين راح يختاروا اسرع واحد يجيبوه على الحدث ويخلوه يلعب على المسرح قدام الجمهور. واللاعب اللي فاز بهالمسابقة اسمه كونر ايس، واللي جاب رقم قياسي واللي هو ختم اللعبة ب 27 دقيقة فقط. المهم كونر اجى على الحدث وطلع على المسرح ولعب لعبة كلاستر تراك، بس كان مستوى سيء لدرجة انه ختم اللعبة باكثر من 28 دقيقة، يعني دقيقة زيادة عن الرقم القياسي اللي المفروض جابه. ممكن حد يقول انه دقيقة مو هالفرق الكبير، لا، بالسبيد رن بيتنافسوا مع بعض على الثواني وحتى على جزء من الثانية، فدقيقة كاملة يعتبر جدا فرق كبير. وغير كذا في لاعب ثاني محترف لهاللعبة اسمه رونين، وهذا اللي المفروض يلعب على المسرح كل سنة، بس هالمرة كونر اخذ مكانه. المهم اللاعب رونين انتبه ان فيديو الرقم القياسي يلي جابه كونر في اللعبة كان مزيف. في اللعبة في مثل نقاط تحت بتظل تتحرك بشكل دائري بدون توقف. في الفيديو حق كونر في أكثر من لقطة هالنقاط ما عم تتحرك فيه بشكل متتالي، فاتضح أنه كونر جمع عدة لقطات من عدة محاولات ولزقهم مع بعض على أساس أنها فيديو واحد. المهم بعد هالفضيحة طمطرت كونر من الحدث وحذفوا اسمه من جميع مواقع الأرقام القياسية يلي جابها قبل. في المرتبة الرابعة عنا لاعب محترف في Call of Duty Warzone اسمه أي أمريكا. هذا اللاعب شارك في بطولة لCall of Duty اسمها Twitch Rivals عام 2021 وفاز في البطولة وكسب مبلغ 12,000 دولار. بعد ما انتهت البطولة وأخذ جائزته طلع أحد منافسيه اللي اسمه سيمز واللي خسر قدامه في البطولة وسوى ثريد كامل على تويتر يتهم فيه إيه أمريكا إنه يستعمل هاكر وغشاش. وسبب الاتهام إنه كان في عدة لقطات واضح جدا إنه قاعد يشوف فيها الأعداء من وراء الحيط. نفس هاللقطة اللي شايفينها قدامكم قرر فجأة إنه يقيم على الباب وبدأ يطلق قبل لا يشوف أي عدو، وخلال جزء من الثانية طلع عدو قدامه وذبحه، جدا واضح أنه شايفه من وراء الحيط. وفي هذه اللقطة الثانية اللي أيم فيها على عدو من وراء الحيط بعدين راح وقتله وطلع بنفس المكان. المهم كثرت الاتهامات عليه وأنه فاز الجائزة بالغش، فقرر أي أمريكا أنه يسوي حركة عشان يبرئ فيها نفسه. والحركة هي دخل في مكالمة مع سيمز الشخص اللي قاعد يتهمه أنه غش، وقال له راح أخليك تتحكم بكمبيوتري في برنامج اسمه تيم فيور بيخلي أي شخص يتحكم بجهاز الثاني. فقال له راح أخليك تتحكم بكمبيوتري وتدور هل فعلا عندي برنامج هاكر ولا لا. وسيمز وافق وكان بيعرف أنه لو في برنامج هاكر فأكيد مسحه قبل هالحركة، بس سيمز كان ذكي. أول ما أخذ التحكم بجهازه فتح إيميله وكتب بالبحث شيتينج، وعلى طول طلعت عدة إيميلات تأثبت أنه اشترى برنامج هاكر. فراح أمريكا فصل جهازه فورا وبعدين قال انه ايه في ايميلات بس كان قاعد يسأل عن برنامج الهاك ما اشترى، مع انه بالايميل مذكور تم انشاء حساب الهاكر الخاص فيك، يعني اشترى
المهم بعد هالفضيحة تم حظر حسابه في Call of Duty وتم منعه من المشاركة في أي بطولة للعبة مستقبلا. في المرتبة الثالثة كان في بطولة للعبة Super Smash Bros في أمريكا، واللي ما بيعرف لعبة Super Smash فهي لعبة قتال جدا مشهورة من شركة نينتندو، وبتشوف فيها شخصيات مثل سوبر ماريو، بيكاتشو وغيرهم من شخصيات نينتندو. المهم كان في بطولة جدا ضخمة للعبة بيجتمعوا فيها اللاعبين من كل مكان عشان يتحدوا بعض. كان في لاعب اسمه سويت لفت أنظار الناس في البطولة لأنه عم يلعب بشخصية ضعيفة بس جالس يبدع فيها ويفوز الجميع، واللي كان شيء غريب للعبة سوبر سماش. بس الشيء الأغرب هو أن اللاعب سويت ما كان راضي يغير مكانه. في البطولات راح تلعب ضد عدة ناس وراح يكون في عدة أجهزة تتنقل بيناتهم، بس اللاعب سويت لا، كان وده أي واحد يلعب معاه يجي على مكانه ويلعب على الجهاز اللي عنده. فالناس شكوا أنه في شيء مريب بالموضوع، بس أجهزة الوي، أجهزة النينتندو اللي موجودة في البطولة هذه من المنظمين نفسهم، ما حد جايب جهازه من البيت، فمستحيل واحد يكون مهكر جهاز أو مهكر لعبة. المهم اللاعب سويت كمل لعب ووصل للمرتبة الثالثة من أفضل اللاعبين في كل البطولة. فالإدارة شكت في الموضوع، لما إجا وقت البريك أو الاستراحة أخذوا جهاز الوي اللي كان قاعد يلعب عليه ولقوا أنه حاطت ميموري كارد جوا الجهاز، ولما أخذوا هالميموري كارد وحطوها في الكمبيوتر لقوا أنه عليها برنامج هاكر يخلي الشخصية الضعيفة اللي قاعد يلعب فيها جدا قوية. هذه أول مرة تصير في تاريخ بطولات لعبة سوبر سماش. المهم طردوه من البطولة وتم حذره من أنه يشارك في أي بطولة للعبة بالمستقبل. في المرتبة الثانية في ستريمر اسمه XQC واللي يعتبر أحد أشهر الستريمرز في العالم. XQC كان مشارك في بطولة للعبة فول جايز مسوينها موقع تويتش، وهالبطولة كان مشارك فيها عدة ستريمرز على الموقع وطبعا فيها جوائز مالية للفائزين. المهم الستريمر XQC كان قاعد يغش في هالبطولة، كان قاعد يسوي شيء اسمه ستريم سنايب واللي هو يفتح البث لباقي الستريمرز المشاركين في البطولة ويعرف أماكنهم ويخرب عليهم في اللعبة عشان ما يفوزوا. طبعا XQC كان ماخذ الموضوع مزح واستهبال، انه قاعد يستهبل على باقي الناس المشاركين عشان يمنعهم من الفوز، وما كان مفكر انه حد رح ينزعج منه. بس دخل معاه في مكالمة احد الستريمر اللي خرب عليهم الفوز واللي اسمه تايلر وبهدله. يو it's funny fucking cheating in Twitch rivals, how funny is that bro? Sorry man, let's all fucking laugh at it, you son of a bitch. I'm sorry you couldn't win, Tyler. I'm sorry. You're a star loser, XQC! Yeah, and you have to stream snipe and hold my members down! و XQC ما كان قاعد يغش بنية الفوز، لا فقط استهبال وضحك، مع انه البطولة على فلوس، المركز الاول بيربح 5,000 دولار، بس XQC مليونير وما كان حاسس انه في ناس عم يلعبوا من جد عشان يربحوا هالمبلغ، بالنسبة الى مبلغ تافه. المهم ادارة موقع تويتش اتدخلت وطردتها من المسابقة وحظرتها من موقع تويتش مدة اسبوع ومنعتها من انه يشارك في اي بطولة لموقع تويتش خلال 6 اشهر، مع انه يعتبر اكبر ستريمر على الموقع. المهم XQC بعدين كتب تويتر واعتذر للناس اللي خرب عليهم. في المرتبة الاولى عنا اكثر قصة غش مضحكة راح تسمعوها. في عام 2015 نزل الجزء الخامس للعبة الشوتر المشهورة هيلو، واللعبة كان فيها عدة مشاكل تخرب اللعب. اهم هذه المشاكل ان في بعض خرائط الاونلاين في اللعبة، في بعض الاماكن المخفية خارج الخريطة بيروحوا عليها اللاعبين عشان يتخبوا ويفوزوا في اللعبة، واللاعبين اشتكوا الشركة كثير عشان يصلحوا هالمشاكل بس ما صلحوها. المهم بعام 2016 كان في بطولة ضخمة للعبة بجوائز قيمتها 2.5 مليون دولار، وفي فريق صيني اشترك في البطولة وفاز عدة مباريات ووصل الى النصف النهائي، وفي النصف النهائي كان ضدهم فريق قوي. فاللي عملوه الفريق الصيني انهم جابوا قتلة واحدة بس، بعدين استعملوا خطأ في اللعبة وطلعوا برا حدود الخريطة عشان يتخبوا، وبالتالي راح يفوز اللعبة لانهم خلاص جابوا قتلة واحدة هم السكور الاعلى وتخبوا برا الخريطة، الفريق الثاني ما راح يقدر يقتلهم ابدا. اوكي اوكي واو، is that even legal? They are just outside the map.
وطلع انهم مو فريق صيني اصلا. لا، هذول ناس عندهم قناة على اليوتيوب كانوا دائما يعرضوا المشاكل في لعبة هيلو ويطالبوا شركة تصلحها، وشركة ساحبة عليهم ومسمين نفسهم اسماء صينية، بس لما تدقق راح تشوف انها كلمات انجليزية، وقاعدين يلمحوا من البداية انهم راح يغشوا. Team Misang, which is missing. Then we had Haidang, which is hiding, and Cheatang, which is cheating. المهم فازوا في الجيم والمفروض انهم تأهلوا للنهائي. Team Misang defeats Rock Have Fun, unethical as well as they're really cheating. بس طبعا المنظمين ما حسبوا الفوز وطردوهم من البطولة، بس اللاعبين الغشاشين كتبوا على تويتر بعدين انه ما همهم الفوز اصلا، دخلوا على البطولة وسووا هالحركة بس عشان يوجهوا رسالة للشركة ان لعبتكم خربانة ولازم تصلحوها، وعملوا هالشي في بطولة بيشوفها مئات الالاف من الناس. فيا شباب، كذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات إيش أكثر عقاب رهيب شفتوه. وكمان إذا عندكم إنستغرام أو تيك توك أتمنى تشيكوا على حساباتي، اسمي موجود فوق وكمان موجود الرابط بالوصف. أحمل هناك فيديوهات جيمينج قصيرة ورهيبة. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.